السؤال يعني بعد الأغوال بيقول لك إنه الدين الإسلامي منزل من قيمة المرأة، كيف يعني؟ يعني جعلها في درجة تانية، يعني ما مديها حق، ما مديها حقها زي باقي الأديان، أو يعني زي ما بيقولوا الخواجات حقوق المرأة وكلام ذا. يعني ف يعني من أغوالنا اللي بيقولوها، يعني مثلا نجي نمسك مثلا نقول حقها في الميراث، الميراث مثلا، فبيقول لك في الدين الإسلامي بيقول لك إنه للمرأة نصف حق الرجل. فنرجو الجواب وشكرا جزيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وليه ومن والاه، وبعد. سؤال مهم جدا وجيد، وهو يعني بيستعطفوا به والعلمانيين الموضوع ده البنات في الجامعات، وهم عندهم موضوعين في مسألة الحريات أو حقوق المرأة. الموضوع الأول هو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والشيء الثاني دارين يستفيدوا بها يستفيدوا من المرأة في الانتخابات، لأنه المرأة غالبا في المجتمعات بتكون أغلبية. يعني الليلة أنت لو مسكتها جامعة القرآن الكريم طلاب وطالبات بتلقى البنات أكثر، لو مشيت الجامعة بيجاء البحر الأحمر أولاد وبنات تلقاهم أكثر. النساء في المجتمع، وده من أشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يكثر النساء، أن تكثر النساء وأن يقل الرجال، حتى يكون الرجل الواحد قيما على 50 امرأة. يعني يكون راجل واحد قصاد كم؟ 50 مرة، من أم لخالة لأخت لمرة لبيت لبيت أخت، يكون الزول الواحد قيم يعني مسؤول من كم؟ 50 مرة. والإحصائيات الأخيرة تشهد بذلك. فدي السببين بتاعينهم إنهم يشيعوا الفاحشة بين المؤمنين، وده بتلقاه في الأدب الشيوعي. الشيوعيين زي ما قالت فطومة أحمد إبراهيم، ودي طبعا المفتي بتاع الحزب الشيوعي، قالت أنا أحيي طالبة الجامعة التي تمسح على حذائها لا لأناقتها ولكن لكثرة مشاويرها. هل دي من حقوق المرأة ولا من حقوق الركشة دي؟ ها؟ ما سؤال. قالت في جريدة مجلة الدستور، قالت المرأة إذا زنت فإن الله لن يحاسبها. وأنا أنا يعني تخيل مسلم ما ممكن يقول كلام زي ديت. الله على الله، خليك من واحدة شيوعية كافرة ولا ما كافرة يا شيوعين؟ فهمت؟ قالت إذا المرأة زنت لتطعم أطفالها فإن الله لن يحاسبها، قال لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. طبعا دي بلادة، طبعا من ناحية فسيولوجية ومن ناحية خلطية ذاته ما ممكن يا أخوانا، ما ممكن. أنت ما قادر تأكل بتقدر تزني؟ أسي العرسان بيجيبوا لهم شنو؟ بيجيبوا لهم تلج؟ بقول لك أضرب الباسطة والحياة صح عشان يكون عندك طاقة، وما قادر تأكل تمشي تزني؟ ده واحد. نمرة اثنين، هل دي قدوة؟ عائشة رضي الله عنها قالت كان يمر علينا الهلالان، الهلال والهلالان، والثلاثة أهل في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. مش ما كان في أكل، ما كان في نار ذاته يوجد باجنه الأكل. عروة رضي الله عنها قال يا أمه فبما كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين التمر والماء. فما في مرة حرة وشريفة. عشان كده هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت تبايع على الإسلام، والبيعة فيها شنو؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله تعالى ولا شنو؟ ولا يزنين. دمش في البيعة لما النبي صلى الله عليه وسلم بايعن كده، طبعا من بعيد، لكن الواحدة بس بتميد يدها يعني تأكيد، يعني من باب التأكيد. قال فقبضت يدها، فسئلت عن ذلك قالت وهل تزني الحرة؟ ده ما خاشي في البيعة ذاته، يعني شنو بيفهم؟ شنو بيفهم؟ انه ده موضوع محسوم، موضوع محسوم. لكن ده دارين يوصلوا لنا الشيوعين، عشان كده بتلقى حتى في ادبياتهم في الكولين بتاعهم تلقى عندهم الكلام الفاحش ده. أسي انت ما ربنا عافى الجامعة دي من الجماعة دي، لكن تمشي تسمع، زمان سمعنا منهم الكلام ده، يقول لك والدبرك لما انضاجع كل بنات الطير، ما كان قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده شريف ونبيل يمنى الدنيا طيور واغاني. فهمت؟ عشان كده طوالي
احسن غنية عندهم والله نحن مع الطيور دارين يبقوا زي والدبرك، فهمتها؟ وطبعا الفكاهة بتاعنا الصوفية ممكن يعقدوا لهم زي ما وراك قبل الشيخ احمد في الشيخ بتاعهم داك. المهم فده كل اخواننا ده الفساد الدارينه، ما في حاجة اسمها مرتك، عشان كده قال وغاية ده شيخهم ذاته الاسس لهم المذهب بتاعهم، قال في البيان الشيوعي وغاية ما يلام عليه الشيوعيون انهم يريدون اشاعة صريحة للنساء بدلا من الاشاعة المغطاة بالرياء والمداجة. يعني مثلا تتقدم وتجيب اهلك وتتعارف وده ماشي طيب، اسرة وكده وزول فرحان وماشين الليلة يعني نتعارف وماشين نعقد وماشين يستلم الاخر والناس حصل بيناتهم فرح وتعارف، ده ما دارينه. بس الساعة بقى 12 بالليل اقرب بيت تدي الباب شلوت وتندقش جوا طوالي، ده دارينه شيوعين، عرفتها؟ فهم موضوعهم يا اخواننا ما موضوع النازل، ما موضوع الموضوع بتاع حقوق مرأة، ما موضوع بتاع حقوق مرأة. عشان كده الليلة الاتفاقيات تحت الكفار ذاتها الكتبت عن حقوق المرأة في الأمم المتحدة حقوق المرأة والطفل، قاموا في النهاية رجعوا لأمور من الدين، قالوا المرأة دي يا أخواننا ما ممكن تشتغل الشهر كله، عندها عادة، وده شيء جبلي وطبيعي ما في حرج عليها لأنه ربنا خلقها كده، وفي الأيام دي بتتغير من ناحية نفسية وكده بتتغير. فقالوا نعمل حاجة اسمها التمييز الإيجابي للمرأة، نديها يعني لو غابت يومين كده ما بنضغطها زي الراجل، ده نمرة واحد. نمرة اثنين بنديها حاجة اسمها إجازة بتاعت شنو؟ بتاعت حمل ووضوع وكده، دي بنديها لها بمرتبة. فبقوا يدخلوا حاجات زي دي ليه؟ لأنه ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، ده نمرة واحد. فقائمة العلمانية التي هي سياسة الأرض قائمة على البلادة وعدم الفهم وعلى الظلم، لأنه بيقول لك المرأة والراجل نص بالنص، وربنا سبحانه وتعالى جعل الحقوق والواجبات على حسب الجبلة وعلى حسب ما تستحمله وتقتضيه طبيعة المرأة، لأنه ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقول لهم ليه الإسلام أدى المرأة النص في محلات وفي محلات السدس ومحلات التلت وبلي ساي، بس قال للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع المواضع، صح؟ ده في مواضع، وفي مواضع تانية لها السدس، وفي مواضع لها التلت، فهمت؟ وفي مواضع لها الربع، وفي مواضع لها التمن وهكذا. فربنا ليه أدى كده؟ لأنه أول حاجة أخواننا النفقة ما على المرأة، المرأة لو بقت زوجة، لو بقت بيت، لو بقت أخت، لو بقت أم، ما عليها شنو يا أخواننا؟ نفقة. يعني هي ما مسؤولة في الإسلام إنها تمشي تشتغل وتأكل ناس البيت، دي ما مسؤولة منه، المسؤول منه الراجل ده المسؤول. فإذا مثلا أبو مات وترك ولد وأخته وخلى 600 جنيه، نقول الولد يشيل كم؟ 400 مش؟ والبيت 200، لكن نفقة البيت من يوم بكرة على منه؟ على الولد. أهذا عدلي ولا ما عدل؟ ده الإسلام. لكن البليد داك بشافه بالنص، أوه جيب النص، اقطع النص، اقطع رقبتك يا بليد، الموضوع ما كده، الموضوع الموضوع بالقسمة. ولو كان الموضوع بالنص اتشيلي 300 وانا 300، لا بعرفك لا بتعرفيني، شوف مع ظروفنا الصعبة دي حتعمل شنو؟ تمشي تكسب بفرجها، تمشي تبيع نفسها، 300 جنيه دي بتكفيك؟ لا بتكفي حاجة. ولذلك يا اخواننا شوف الاسلام ده صالح لكل زمان ومكان. فديل العلمانيين جاء الصادق المهدي قال ينبغي مراجعة آيات المواريث بما شنو؟ قال بما يتناسب مع العصر. هو العصر فيه شنو؟ اللي تغير فيه شنو؟ حصل يوم من الايام الولد بيبقى ابو، انا ما اعرف الناس زي المعلوم، فناس مواهيم، الناس زي الناس مواهيم. الاسلام المرأة ادى حقوق في اختيار في حقها في الحياة، الاسلام رفع المرأة. الديانات السابقة، وده ما بجيبوا العلمانيين لأنه العلمانيين أصلا مارقين من اليهود والنصارى، عرفتها؟ ما بجيبوا لك إنه زمان اليهود كانوا بيقولوا إن الله خلق أربع أشياء وندم على خلقها، شوف الناس زي الكفار كيف قالوا، إن الله خلق الشيطان وندم على خلقه، وخلق العرب وندم على خلقهم، ما ناس عنصريين، وخلق المرأة وندم على خلقها، وشرد شعبه المختار وندم على تشريده، عرفتها؟ فبقولوا ربنا خلق المرأة وندم على خلقها. والنصارى كان العقيدة عندهم هل المرأة هي من روح الشيطان أم هي من الإنسان؟
عرفتها كان مختلفين ديل النصارى، والمرأة خبيثة، وفي كثير من دول آسيا إلى الآن المرأة بيحرقوها مع راجلة كويس، وفي الهند وفي غيرها من الحضارات التي يعني يعجب بها هؤلاء الناس. وأما عند الفلاسفة ناس أفلاطون والجماعة ديل كان بيعتبروا المرأة عبارة عن زي ما قالوا هم ناس أفلاطون عبارة عن طفل كبير تركتها الطبيعة في الدرك الأسفل لسلم الخليقة. ناس الأحياء بيقسموا المخلوقات دي لشنو؟ فغاريات ولا فغاريات وأحياء دقيقة وشنو؟ آخر حاجة هي الفيروسات، تحت الفيروسات في المرأة ده اسمه السلم الأحيائي بتاع الخليقة. فده الناس بيظلموا المرأة عرفتها وغيرها من الأمور. جاء الإسلام جعل لها شيء في الميراث، جاء الإسلام جعل نفقتها على الراجل عرفتها، جاء الإسلام أدى حق اختيار الزوج، حق خلع الزوج ذاته. المرأة إذا كرهت الرجل يجوز لها أن تخلعه، ترجع له المهر بتاعه وتطلقه بالمحكمة عرفتها إذا كان هناك سبب شرعي. فدي كلها أدى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى الأزواج والأبناء والإخوان والآباء بالنساء خيرا. لو البيت دي لو المرأة دي كانت بيت أو كانت أم أو كانت زوجة أو كانت أخت، الإسلام وصاك بها عرفتها، وأن تكرمها وأن لا تهينها وأن تصبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها شنو آخر. لو بقت زوجتك، وأما الأم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك، فهمت؟ وإذا كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال من عالى ثلاثا من البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن قال ثم زوجهن فله الجنة. شوف الإسلام أكرم المرأة كيف. لكن العلمانيين دارين شنو؟ دارين حرية الوصول إلى المرأة عرفتها؟ دارين إنه المرأة دي تبقى حاجة مشاعة للجميع، عشان كده ما بيهمه ينتهك الأعراض وكده. وفي النهاية ما بعرسها، تلقاهم قاعدين خالطين في الجامعات في غير الجامعات، يمشي وينزل معاه ويمشي وبعد شوية يزني بها ويخليها فك يغشها ويكضب عليها، وبعد ذاك شنو يفكها عكس الهوى. ولو جيت قلت لنا عقد لك عليها يقول لك أزول هوي دي بتقعد مع الأولاد ما بتغطي معانا، يقول لك دي أنا ما بأمنها، أنا لما أمرك بيجاي في شفوت، أنا عندي أصحابي شفوت. وطيب أنت من البداية قال لك أبقى شفت منه عرفتها. فده الدائرين يا أخواننا العلمانيين والشيوعيين، فهمت؟ وغيرها من الأمور الكثيرة تحت هؤلاء المجرمين.